اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من وصفه امل. النهارده هعمل لكم حاجه فرنساوي، هعمل لكم البوليفون اللي هو عارفين هو باف باستري، حبيبتي 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 بموت فيها. تمام، ده هنعمله الباف باستري، هنسيحها لان هي بتيجي مجمده، وهنعملها فوق بعضها. طريقه سهله جدا جدا جدا. لا اخد الثانيه الخضراء، تمام اهو، وهوريها لك. عجينه سهله، هنحط فيها كبد ومشروم وطماطم، هنحشيها، هتبقى عامله كده اللي هي طويله، وهنحشيها من جوه، هنحطها في الفرن، وبعد كده نحط فيها الحشو، وبعد كده نحطها تاني في الفرن ونعملها بصوص الكبد من فوقيها بطماطم كده مشويه، حاجه يعني جميله. اولا ده كده فينجر فود، او يعني النقنقه. صحابي طبعا اللي انا عازماهم على السطوح هيجوا ياكلوا حاجه بايديهم، مش هياكلوا حاجه جامده، وما دام الجو جميل وفي شمس جميله كده، فطارايا غدوايه عشوايه، ممكن ان هو يمشي. تمام، هنعمل دلوقتي نبتدي. اهم حاجه في العجينه طبعا ان هي تكون ليها قاعده، اللي هي دي القاعده، تمام اهي. وبعد كده هنبتدي ان هي نعمل لها حبه بحبه، نعجن تانية، نعجنها تاني ونكورها تاني، ونعمل الدوائر من فوق بعضها. بين الواحدة والواحدة هتعملوا ايه بقى؟ هنروح عاملين زبدة. ليه الزبدة؟ انا هسيح حتة الزبدة بس هنا كده عشان تبقى سهلة بالنسبة لي الزبدة، يعني هستخدم الطاسة كده هسيحها بس فيها واقفل النار عليها. تمام، الزبدة بتديني مرونة للعجينة. انا هعمل لكم فورمولا كده، طبعا انا حضرت البوليفون ده، بس انا ايه عارفين ان هو بيتشري كمان جاهز، بس انتوا ايه لو انتوا ما لقيتوهوش موجود، مش اي وقت بنلاقيه، فانتوا ممكن تعملوه بعجينة الباستري وتروحوا عاملينه بالطريقة دي. خلاص هوريكم مثال ليه، خليها هنا كده. تمام، هنروح عاملين كده خلاص، وهنروح مطلعين منها الدورية، هي بيز، وبعد كده فوق بعض فوق بعض اللي هو الحرف، يعني هي لما هتعمليها كده هنروح حاطين فوق بعض الحرف، هنعمل كله ورا بعضه كده خلاص بالزبده زي ما قلت لكم، علشان الزبده هي اللي مش هتخليها تلزق في بعض. هتحطيها كده، تحطي تاني تلزقي، تعمليها كده، تعملي تاني او تجيبي واحده تانيه خلاص، تحطها كده، تحطها كده تاني عليها خلاص. دوريات دوريات، تمام، في الاخر خالص بس الزبده تمام كمان كده فوق بعض خلاص، تعمليها تاني. هتستخدمي طبعا العجينه تاني، يعني انت لما هتكوريها، بس انا بعملها علشان وقت البرنامج. نروح حاطينها، هي عليها زبده من هنا، نحطها كده رقات فوق بعض. تمام، هو ده. عايزه تحطي فيها شوكولاته، عايزه تحطي فيها فراوله وكريم شانتيه، عايزه تحطي اللي انت عايزه تحطي. هي دي بالنسبه لي الباف باستري دي بتسعف جامد، واللي هو بقى ما عندوش فكره بقى نفسه ياكل حاجه حلوه ويعمل حاجه حلوه، هتديله بقى ايه يعني بريفيليج فظيع اهو. تمام اهي، وبعد كده هتروحي جايبه بقى باستامبه تانية، وتروحي بعد ما هي 1 2 3 4 5 ممكن نعمل لها 6. تمام، اعمليها لها كده عشان ايه تبقى عاليه. هنروح ايه مفرغين من النص، مفرغين من النص بقى ازاي؟ بستامبة اصغر، تمام، عشان الحشو. تمام اهو خلاص، وتروحي ايه من هنا عامله كده خلاص، تروحي ايه شايلاها خلاص، مش محتاجاهم انتي، وتروحي حاطه طبعا البيز لازم يكون مقفول اهي خلاص، ادي البيز مقفول، ادي هو ده البوليفون.
لما هتتعمل العجينة هتروح طالعة هشة ان الزبدة موجودة كلها من بعض، وهتروحي ايه حطاها هنا. ده كده الطريقة، وانا ايه عملت طبعا شوية حلوين، وهنحط بيهم بقى ايه نبتدي نعمل الحشو بتاعنا. النهاردة انا عملت لكم الحشو بتاعنا كبدة، تمام. هروح جايبة بقى ايه البلانشة الحمراء، زي ما قلت لكم لو الجاهز ممكن، لكن انا بقى ايه بعمله بطريقة تانية خالص، بعمله بالباف باستري اللي هي بتساعدني اشكله كمان اكبر، لان الجاهز بيبقى صغير شوية او اكبر زيادة عن اللزوم، يعني المتوسط بيبقى حلو تتحكمي فيه. ساعات بقى بيبقى ايه مش فريش، بيبقى مزنخ قاعد شوية كتير، تمام. فانا بالنسبة لي هنا حطيت الرولز بتاعتي اكل حاجة فريش، تمام. هنا دلوقتي هحط بقى بقية الزبدة اللي انا موجودة بيها، مش هرميها طبعا، هروح ايه حط فيها المشروم، تمام. ده الحشو بتاعي، مشروم ابيض عادي، تمام. هيبقى صغير طبعا، واحط فيه معاه حبة زيت زيتون، يعني ده وده، وهحط كمان الكبدة بقى. الكبدة انا محتاجاها ان انا اقطعها تقطيع صغيرة، مش هحطها كبيرة، مش هروح احطها كده ولما انت تاكلي تلاقيها في بقك نطت، لا دي كبد فراخ، تمام. ادي كبد الفراخ هقطعها صغير كده الطريقة دي، عمال بقى ايه ده ما يخلص المشروم هروح مقطعة كبد الفراخ الى حتت صغيرة، يعني مش صغيرة قوي ان هي تكون، يعني كده كده كبد الفراخ بتتكعور وتبقى صغيرة، تمام، بتصغر وبتكش، تمام. والكبدة ما بتاخدش، الكبدة ما بتاخدش وقت خالص، تمام، يعني الكبدة اقل من المشروم. المرة دي هنعمل اللحمة بعد الخضار، تمام. في الرولز ان احنا بنعمل الخضار الاول، اللحمة الاول، لانها بتاخد وقت، لكن الكبدة هنا ما بتاخدش وقت، تمام. كده اهو نقعد مقطعها، وهنحط بقى معاها التتبيلات الجميلة. ايه حطيت روزماري مرمرية، ساج مرمرية، وانا عرفتكم عليه قبل كده ان هو حاجة بتبقى فيها نوع من انواع الليمون، تمام. برضو الكبدة بتحب الليمون، خلاص هنعصر عليها برضو دلوقتي حبة ليمون. وادي الكبدة بتاعتي اهي، اروح اعصر عليها ليمون واحط عليها التتبيل بقى، التتبيلات بتاعتي او الارومات بتاعتي. ادي ليمونة اهي، احطها بسكينة تانية، على البلانشة مفيش مشكلة اهي، تمام، بإيديا كده مفيش مشاكل. وهروح مقلبة تقلبتين كده للمشروم. انا بقلب للمشروم ليه؟ انا مش عشان عايزاه عايزة احس بيه كمان، يعني مش عايزاه يروح هابط قوي ولا يتبل قوي ولا يتحرق، تمام؟ نص كده، نص سوا. ليه؟ لان انا هدخله من الفرن تاني، تمام؟ احط له طبعا ملح وفلفل. فلفل اسود حبة حلوين، تتبيلة جميلة. هحط جوزة الطيب مع الكبدة، يا سلام يا سلام يا سلام. هل تحطي جوزة الطيب؟ عايزة تحطي فلفل احمر خدتي، بس انا مش هحط، تمام. اهي تمام. وهحط بقى دلوقتي الكبده اللي انا حطيت عليها الليمون، بصوا بقى عامله ازاي، مش هتاخد خالص، تمام. هروح حط عليها بقى هنا الروز ميري حبه كده اهي، وهحط عليها المرمريه. مرمريه قلت ان هو ده الساج، بس هو المرمريه عندنا ناشفه
مش بتبقى صبحه كده زي الروزماري. الروزماري زمان كان عندنا اللي هو الغصن باين ده، كان ناشف 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 لغايه لما جبناه خد سنين عشان نجيب ايه الروزماري الفريش، مع انه هنا ارضنا جميله ان هي تعمل كده. اهو هنروح حاطين كده الكبده بالليمون بتاعها بكل حاجه بمحتوياتها. تمام، هي تبلت كده بس توم، وهنروح لفينها لفايه كده بالطريقه دي. زي ما انتم ما شفتوا انا مش حاطه فيها حاجات كتير، خلاص هي هتاخد الفليفر بتاعها جميل كده كده من الارومات اللي احنا خدناها. الساج بيدي طعم الليمون شويه، الليمون والروزماري. خليها بقى تتسبك وننضف ونروح فاصل ونرجع نكمل الاكلتين الحلوين بتوعنا.